هاي جايز، كديري لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كاملين لاباس نتوما كتشوفوني. صراحه اول مره غادي نفتح لكم قلبي وغادي نهضر معكم في واحد الموضوع اللي مهم وبدون مقدمات. صراحه كما غتشوفوا من العنوان كاين واحد الموضوع اللي غبغيت نهضر عليه، اللي بالنسبه ليا اكثر فيديو نقدر نخوي فيه قلبي، اكثر فيديو نقدر من ديما كنقول غنسكت وما نهضرش، غنسكت وما نهضرش، غنسكت وما نهضرش، كنشوفوش لا حوايج ما كيعجبوناش وكنسكتو كنبقاو ساكتين. مي بالذات هذا الموضوع ما بغيتش ندير ليه مقدمات، ولكن حاجه واحده اللي غادي نقولها لكم البنات هي بارطاجيو الفيديو لاكثر عدد. بغيت نشوف لي كومونتيرات يكونوا طالعين، لان هذا الفيديو يستحق يسمعوا اي واحد البنات والله. المهم مرحبا بكم كاملين، وقلت غادي نفتح الكاميرا وما غاديش نعاود الفيديو، غادي نطلق الفيديو وغادي نهضر بكل حرقه. ما نكتبش عليكم كنت نقرا، وراكم عارفين عندي هاد السيمانه لي زيكزام، مي هاد الموضوع بالذات ما كيحتاج اننا نصبروا ونسكتوا عليه. صراحه البنات ولي لا كنشوفوا شي حوايج كنعيشوهم في الواقع، يعني كنشوفوهم ما كيعجبوناش الصراحه كنسكتوا عليهم، ما عندناش الحق نهضروا عليهم بهذا المعنى، ليس لدينا دخل. ولكن ولينا كنشوفوا داكشي اللي في الواقع ولا تيتكرر في المواقع. كيفاش؟ يعني حنايا في يوتيوب، في انستغرام، في تيك توك خصنا نشوفوا شي حاجه اللي غنستافدوا منها، شي حاجه اوكي اللي غتضحكنا، كنشوفوا الشطيح، كنشوفوا شي حاجه مثلا كيمثلوا علينا تنضحكوا. كاين باش نوصلوا اننا نربيو ولا ندخلوا اليوتيوب نشوفوا الناس كيسبوا كيشتموا كيعرضوا في الوالدين ديالهم، حتى هادي لا، راه هادشي كامل تنديروا عليهم هما. علاش حنا غنوضوا ونعايروا ونسبوا ونشتموا الام ديالنا بهذا المعنى؟ ما نكذبش عليكم انا ما كنتفرجش في داكشي اللي كيوقع في المغرب، يعني في الدب في المدابزه في الشوها اللي كيبغي يدير لو باد بوز ما كنتفرجش انا فيه. انا كنبغي نتفرج شي حاجه، كنهضر شخصيا، وانا كنبغي نتفرج شي حاجه اللي غادي نضحك فيها، اللي غنستافد منها، شي حاجه اللي تعطيني قيمه، غتضيف لي شي حاجه جديده في حياتي. ولكن اللي غادي اللي باش نتسمى تفرج حتى هو اللي كنشوفوا الناس كيسبوا ويشتموا ويدابزوا ويديروا الشوها وما عرف شنو، والفيديو ديالهم كيطلعوا، يعني شنو هادشي كيعصب. فاش انت تشوف الام ديالك كتضرب وكتمسح بها الارض، وحاشا ان الام تمسح بها الارض، كتجي بنت اللي قد قد هكا كتسبها وتشتمها وما تخلي ما تقول ليها وتستهزئ بها، واخا ما شنو يكون. راه هادشي راه ما يمكنش. فين وصلنا حنا؟ فين وصلنا حنا؟ واحد الدوله اسلاميه، دوله اسلاميه، الام عندنا شي حاجه، الام عندنا شي حاجه، راه كنقولها وكنعاود نقولها، راه هادشي كامل حنا كنقراو وكنخدمو وكنديرو كلشي باش نردو لديك الام اللي دات لينا سنين وسنين وسنين. فاش كيوصل الموضوع الوالدين ما تسبقاش الهضره، ما تسبقاش الهضره. راه حنا شحال مره غلطنا وغلطنا وغلطنا وغلطنا، ولكن لدرجه ما نحلوش الكاميرا ونسبو ونعايرو وما نخليو وما نقولو في ديك الام. راه هادشي ولا كيتضم. انا عارفه بزاف ديال الناس هادشي ضرهم وهادشي ما عجبهمش، ولكن راه اكثريه ديال الناس اللي كيتفرجوا في هادو راه نتوما اللي كتخليو هادو يطلعوا، نتوما اللي كتخليو هادو الناس يتفرجوا فيهم، لانكم ما كانوش طالعين حتى واحد ما غيتفرج فيهم، حتى واحد ما غيعطيهم قيمه، كنتوما اللي كتعطيهم قيمه ونتوما اللي كتفرجوا فيهم ونتوما بحال اللي كتزيدوا لهم في داكشي ديالهم. لكن حنا هادشي كامل كنديروه باش الجيل اللي جاي، وانا فاش نتفرج ما نتفرجش بحال هادشي، ما نشوفش وحده كتعاير فما وتسب فما، واحد كيسب في باه كيعاير فمو، وحده ما مسوقات حتى تدير الشوه في يوتيوب وحنا لا ساكنه يحرك. هادشي راه ولينا كنشوفوه لي بزاف، لانه ما يمكنش. راه شحال هادي ما كانش هادشي، دابا عاد ولينا كنشوفوه، لانه كنخرجوا للزنقه كنشوفوا المدابزه، كنشوفوا واحد كيعاير في واحد، واحد كيضرب في واحد، واحد كيقتل في واحد، وكنبغيو ندخلوا لدارنا ونسدوا علينا ونقراو ونشدوا التليفون نشوفوا الجديد، نشوفوا واحد شنو دار في حياته، واحد باش حنا نستافدوا منه. لا ما بقيناش حنا كنشوفوا هادشي، حنا ولينا كنشوفوا غير واحد كيعال واحد، واحد كيسب في واحد، واحد كيدير الشوهه، يعني اي هادشي كامل لو ديت الفلوس. واش هادشي كامل لو ديت الفلوس؟ الا كنتي فريمون انت حرقه وعندك مشاكل مع الام ديالك راه كنقولها، واخا تكون الام غلطه عليك بالاحترام، ما تسبيش، ما تخرجيش تسبي وتعايري وتستهزئي، راه حشومه. بينك وبين اللي خلقك شنو؟ لكن بيلك بينك وبين اللي خلقك راكي مرتاحه، راه باز اختي، راه باز. ما تخرجيش اليوتيوب وتسبي وتعايري
وتخلي وحدين صغار يشوفوك شنو كديري، لان وحدين صغار ما عارفينش راه غير كيشوفوك كيديروا ا بي بي، اشوفوك انت كتبين وانت هما يديروا ما اكثر. كانت فيك شي حاجه خليها بينك، حاولي تعالجي الامور، حاولي تشوفي الحل، ما تخرجيش. هادشي كيضر وكيالم. حتى حنا راه عندنا مشاكل وعندنا بزاف ديال الحوايج كيطراو لنا في حياتنا مع الناس مع كلشي، ولكن عمرنا نحلو الكاميرا ونوضو نعايرو الناس ونوضو نعايرو اي واحد جانا قال لنا شي حاجه نوضو نعايروه. وانت كتوصلي لنقطه القوه ورا اللي ربي كرم المراه تيقول لك امك ثم امك ثم امك اباك، انت كتنوضي كتعايري وكتضحكي ولا ساكنه يحريك والناس يكومونطيو وتيديروا فيو تيطلعوا المشاهدات. الوحده ما تضيف حتى شي حاجه، بالعكس حقوق الوالدين. انا هذا الموضوع تيضرني بزاف لانه ما تنبغيش اللي يسب ويعاير الام والاب، لانك والله اختي تيقيني انك نهار تفقدي واحد منهم ويا ربي ما نبغيكش تحسي بداك الاحساس، تيقيني ما نبغيكش تحسي بداك الاحساس. اقول يا ريت الزمن يرجع للور، نبوس لهم رجليهم، نغسل لهم رجليهم، ندير لهم اللي بغاو. لانه احنا علاش تنقراو دابا؟ انا علاش تنقرا؟ باش نوصل لماما لداكشي اللي كتمنى، لداكشي اللي كانت هي وبابا الله يرحمه بغاوني يشوفوني فيه. اما انا ساهله، العيب ديما ساهل، ولكن الصوره اللي غادي يلقاوها عليك ولادك خايبه بزاف. اشوفك تتعايري في امك وباك ولا في امك، انا كنهضر على الجميع لان هذه كانت خرجت في يوتيوب. ما كاينين بزاف لي ابار يوتيوب اللي في حياتنا كنشوفوهم، اللي كيديهم طلعه جزاء، اللي ما كذبش عليكم. انا كنت عشت واحد لا سيتوياسيون فاش كنت صغيره، واحد الاستاذه جات لنا واحد اقترحت علينا باننا نخرجوا ونمشيو للدار العجازه كاينه هنا في مكناس، وفرحنا. كوتيزينا حنا في القسم ديالنا 500 درهم وفي القسم الاخر 500 درهم، جمعنا 1000 درهم. ماشي شي حاجه، ولكن غير باش نمشيو نفرحوا الناس. نورمالمون بغيتي تمشي خصك تدي حوايج، تاني تدي داكشي ملموس ماشي فلوس. هذه زعما نصيحه اللي بغي يمشي. ومشينا وحق الله لا العيالات كبار تيبكيو غير تلتي دوزو في التلفازه. وحبيب امي ما تيلمكش، ما عمرك قلتي قدام التلفازه وشتي داكشي، راه كيما انت درتي لامك راه غيجي غادي تجي الوقت اللي ولادك يديروه لك، وما نبغيش يديروه لك. لان حشومه وعيب وعار ان بنت في عمرها 18 عام في عمرها 19 عام، مهم كبيره واخا تكون 16 12، تكون كتحترم الام ديالها. درات شي حاجه واقعين مشاكل، خصك تشوفي المشاكل الواقعين في الدنيا والدين، ولكن عمرك تقيسي الام ديالك. لي ما عرف كيفاش تكون الحاله ديالها دابا، وبزاف ديال الناس كيتفرجوا فيكم وتوما واقع لهم نفس الشيء، ولكن ما يخرجوش ويعايروا، ما يخرجوش ويسبوا. هادشي راه بزاف ولينا كنشوفه. فانا كنطلب منكم دابا اللي كيتفرج فيا، يكون واحد جوج ثلاثة ألف، نبغيكم تبارطاجيو الفيديو الاكثر عدد من البارطاج. اجي شي واحد غيقول لي بغيتي صرات دير البوز، بغيت ندير البوز، شي حاجه زوينه شي حاجه خايبه، نبغيكم شي تفرج فيه. الاسلام شي حاجه قيمه، ماشي خصنا نزيدو نصطمو، خصنا ندخلو نقراو. راه ماشي بزاف، شوفوا امور بزاف، الامور بزاف يا الهضره وما غنسكتوش. ولكن انا فاش كان انا صبرت وسكت وشفت هاد المشاكل طولات بزاف بزاف بزاف. الواحد باغي ما عرف شنو يدير بفلوس، تالين غتعيشوا، تالين غتعيشوا. راه الناس تيديروا الخير وتيديروا تيقولوا شي ما درنا. واحد كي ما مسواقش هاد الميساج بزاف اللي كيديروا الاغلاط من غير هاد الشيء. سير على راسك وسير جلس بوحدك وقول شنو كندير، انا شنو درت. راه كنا في رمضان وكنشوفوا، راه غير رمضان اللي داز، راه رمضان شهر مبارك اللي نزل فيه القران الكريم، اللي بزاف ديال الحوايج ربي وصانا عليهم في رمضان، وحنا كنشوفوا هذا الشيء فين بغينا نوصلوا. واش غنقول لكم؟ الله يحد الباس والله يهدي ما خلق، الله يهدي ما خلق. ولكن راه ما حدكم نتوما كتفرجوا في ديك الانسانه، وما حدكم نتوما ماشي غير ديك الانسانه، ولكن بزاف ما حدكم البنات ولا الدراري اللي كيتفرجوا فيا. عادي تقبل النقد،
البناء. الا كنتي كتفرج في ديك الانسان ولا كتفرج في انسان ولا شي حاجه اللي ما لايقاش، فمن الاحسن تجلس وتعالج راسك وتقول هذا الانسان شنو كتعطيني، هذا الانسان شنو دار لي في حياتي، هذا علاش كنتفرج فيه، علاش كنكومونتي ليه، راه هادو راه خصهم يتسينيالاو، خصهم يتسينيالاو، سينيالي كومونتير اختي تربي وشوفي راسك شنو كديري، عاد اجي ونتفرجوا فيك، حنا ندعموك. كاين بزاف الناس كندخل نتفرج فيهم كنسمع برامج التوعيات كنلقى ما طالعينش الفيديوهات، ولكن اللي طالعين هما الشوها والمدابزة عليها. الواحد كيبغي يدير المدابزة باش يطلع عليها، ولكن الانسان القيم واللي مربي واللي مخلق معمرو يطيح كرامته على وديت فرانك. انا 3 سنين وانا كندير اليوتيوب، ما عمري خرجت اديت شي حد، وما عمري غنخرج نادي ولا نعاير شي حد، ولكن ديما غنبداو نحاربوا هاد الشيء اللي كيوقع في حياتنا، حيت حنا مادام دايرين يوتيوب الا وكنخرجوا كننصحوا الانسان. فهذه نصيحه، ونصيحه ما كتقتل ما كتحيا. وشكرا لكم بزاف، وكنتمنى تبارطاجيو وتوصلوا صوتي لاي واحد كيتفرج في هذا النماذج، وحاولوا انكم تفرجوا شي حاجه زوينه وما تفرجوش في هذا الشيء، لان هادو ما غاديش يتبدلوا وما غاديش يبغوا يتبدلوا، لان ما حد حنا كنهضروا وبحدهم هما كيلقاو شي حاجه على ما كيهضروا. وهذا الشيء اللي كاين، وتهلاو في راسكم، وكنتمنى اي واحد غيدوز الباك والجهويه تنقول لك سير وخدم، ما تديرش في هذا الشيء اللي كيوقع دابا، تتسالي واجي تفرج فينا واجي شوف هذا الشيء اللي واقع، لان هذا الشيء ما كيبشرش بالخير. وما عمري جلست وهضرت بحرقه حتى لهذا الفيديو، حتى لهذا الفيديو جلست وكنهضر بحرقه وغير كنهضر، والله ما حبست الفيديو، راه خصني نقطع منه باش ما يجيش طويل، ولكن ما عرفتش ضرني، ضرتني بزاف هادشي اللي كيوقع، وديما كنقول غنسكت 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 لدرجه وحق الله ما نكذبش عليكم، الا هادشي كيألم فاش ماما وجدتي كيشوفوا هاد الفيديوهات اللي دايرين بوز في انستغرام وكيحطوهم الناس، راه كيتألموا كيقولوا الام فين ولات كتمرمد وتمسح بها الارض. لي 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 لا حول ولا قوه الا بالله، والله يحد الباس، والله يهدي ما خلق. وكنتمنى الواحد يرجع للطريق ويرجع يراجع راسو ويشوف راسو فين غادي، ما يقولش انا مسلم، ما يقولش انا كندير حتى حاجه، لا يجلس جلس دقيقه وشوف راسك شنو كدير، شنو قلتي فهذا، وشنو درتي فهذا، وشنو شفتي فهذا، وشنو سئتي الظن وسئتي الفهم وسئتي التصرف هذاك الانسان. وتهلاو في راسكم، وشكرا لكم بزاف بزاف، وما تنساوش كنتمنى هذا الفيديو يوصل لاكثر عدد البارطاج ولي كومونتير ولي جيم. ودابا لقيتوني غنمشي نكمل قرايتي، عرفتوا لانه حمد الله وشكرتو لان زادوني سيمانه، والله الا وصافي. هادشي اللي كاين، كنتمنى هاد الفيديو يعجبكم، وهادشي اللي درت فريمون بحرقه، لان مادام انا دايره اليوتيوب الا وخصني نهضر على بزاف من هاد المواضيع. ولا عجبكم الفيديو خليو لي في لي كومونتير شنو تبغوا تسمعوا، وانا من هنا الفوق واخا غندير حوايج جوطيه لي فلوغ اي حاجه، غادي ندير مواضيع وغادي نجلسوا نهضروا ما بيناتنا حنا البنات وتا الدراري، مرحبا باي واحد. وكنشكركم بزاف بزاف، ميساج غنعطيه للامهات، يا ربي تخلي لكم فوق راسنا، وانتم احسن وحدين كاينين في هاد الحياه فوق الله سبحانه وتعالى، نتوما الامهات اللي كتربيونا وكتخلقونا اي حاجه كنبغيوها في حياتها كديروها لنا، كاين الام والاب، ولكن الام بلاصه بوحدها. السلام عليكم، وتهلاو في راسكم.